كانت كلها صف لا. يا ابو محمد ايش عملت عليه بلاي؟ اساس مخزنين راح نقدر نحرر ما؟ شوفك لكن قدامنا جندي صوت ادعسون ادعسون لك ادعسون الله عليك سنفير سنفير والله لا بيرشونا رش خردونا خرده واحد داون شفته ابلع ارجع 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 فوت ارجع فوت ارجع فوت ارجع فوت انزل مدك انزل مدك اوه ماي جاد بعد زمان ديم اتوقع خريطة الفلوجة صارت رسمية باللعبة اوه ماي الله يب جايز مثل ما شايفين اتوقع خريطة الفلوجة انا من زمان ما يلعبان صارت رسمية اخر مرة توقعت هذا الشيء ونزلت فيديوهات وزبطت على كل انا اساس ما راح انزل شيء غير راست ولكن فباخر فترة شفت مجتمع سكواد بلش يكبر ويكتر ومشاهدات على فيديوهات سكواد عم تطلع نار فقلت يب give it a try man خلينا نجرب مرة تانية so اليوم راح نلعب سكواد مرة تانية مع صديق قديم خبير بلعبة سكواد اتمنى تعجبكم هذا الفيديو جايز ومثل كل مرة خلينا نوصل ل 69 الف لايك تحدي اوكي ونبلش الفيديو ديم حاطين سنايبر على هون اوكي walk like I built this town Step so light, I barely touch the ground. Everybody wants to know how. Brick by brick, I put 'em in the ground. This is what I live for. هلا بلوت. هلا حبيب قلبي. ايش القصة؟ انا شايف اللعبة متروسة فلوجة. اي والله الماب صار له تقريبا على ما اظن يعني شارط 4 أيام 5 أيام نازل مدري اسبوع هيك شيء لا لازم يعطوني جائزة انا تنبأت اول واحد بماب الفلوجة والله هذاك اليوم قاعدين والشباب قلت لهم في زواك كان عم بيقول كمان انه بجوز ينزل يمكن ماب عربي ما بتذكر سمراء بدري فلوجة لا قلت الفلوجة معلم انا رحت طلعت بخرائط اللعبة بتذكر بالويبيكيديا عندهم هني حاطين الفلوجة يعني الديفلوبر يعني ملمح للفلوجة طبعا اغلبكم متعود على طريقة فيديوهاتي انها تكون بطريقة قصة بحيث انه خلي المشاهد يستمتع هو عم بيشوف الفيديو وبيحس نفسه عم بيتابع فيلم ولكن بما انه الماب كان نازل جديد فبصراحة الماب العالم جدا منشدت له واشهر مابين صاروا باللعبة ماب البصرة وماب الفلوجة وبالاضافة انه صارت التيمات او المابات 900 لاعب يعني 50 ضد 50 فالماب صار يخلص بسرعة والمعركة صارت تخلص شوي بسرعة فصعب جدا كان انه نلاقي ماب ونبلش من البداية ونضاين فيه فباختصار اللي راح اعرضه هلأ هو مقاطع من عدة جيمات ولكن رح نحاول نخطط بالاضافة نسيت خبركم عن اهم شغلة الجيش العربي يلي نزل جديد ديم دخلنا على المدينة هلأ هاي لسه على الحدود فيك تستخدم الراجمة فيك تستخدم الراجمة هي انا على الراجمة قاعد هون عم شوف هي صوتها هادي هاي الآلية يب لوين رايحين هلا نحن؟ رايحين النقطة الجاية جديدة هي فيك تضرب فيها المشاة اللي معك الراجل وهيك صار بأول جيم دخلنا له مباشرة لا يا شيخ وننتقل للجيم الثاني بس ليش هالمرة الجيش العربي تقول حلف ناتو لابسين؟ يعني انه عظبطوا لنا حركات هالمرة لبسها ومو لبسوا لنا العقال والشروال هلا مزبطينها كثير قبل كان شو السيدارة هاي عملك بين الشغل حلف الناتو معلم انت بتطلع هيد شوت مباشر روح ودي على الملاعب ما بعرف مساطيل نص الشارع ممكن هيك بس على ما حد العب يا مدير شلون بلط تصفيق دريفت معلم نيد فور سبيد عم العب بس لازم في شغله مثلا بهي السياره احسن اشيل سلاح جنبك مزبوط وكنظره اولى بصراحه ابدعوا بما بالفلوجه وبتصميمها ولهيك بالفعل اشهر ما بين بيستالوا هن ما بالبصره وما بالفلوجه ضيعتنا ايش الطفحي ايش الاسوء والله في اس صحينا بسرعه معلش ضربتك عيني اي بس بشكل عام انه الجيش العربي عن جاي يحرر الفلوجه يعني صحيح يعني ساعة الانتحار وات ذا هاك ايش عم تسوي انت؟ ك
كنت بدي انزل لتحت، ما بتنزل؟ لا معلم تعليق على السطح، يعطيك العافية. يلا نصيب. انزل انزل انا. اخ وبالفعل وصلنا لأول نقطة وبلشنا نبني منطقة مشان نخلي أصدقائنا يجوا يرسبنوا عنا، ومن هون ننطلق بمعركة التحرير. مش كنت عارف ايش؟ انا مصدوم بالمناظر، قاعد عم طلع على الجرافيك وما جرافيك والماب وساحب على هم اللعبة اليوم. لا لا ولا يهم. وما انجهزنا ما هي الا ثواني. شلون رايحين؟ لا ايش هاد؟ هاي فاضيين ما في حدا. هاد عدل، هاد عدل. فجرت لك السيارة تبعك يمكن ها؟ منيح احسن. ايش في مشغلة؟ وات؟ ايه ولهيك خربت المعركة وعدنا ندبك بصراحة. وصدقوني اذا قلت لكم ربحنا هذيك المعركة وهيك ننتقل لمعركة جديدة. ولكن هالمرة بلشنا نجيب العيد. ما بدك ترفع حالك. شفتها شفتها شفتها، بدك ترفع حالك بسرعة. شفتها 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 شفتها. هدي 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 هدي. ارب دروب. اوكي اعطيتها اياها. بس رح نموت رح نموت. أبصلح أبصلح أنا وأكمل عليها كمل عليها. عارف الله يا أخي دباباتهم إيش هاد؟ برو إيش صار؟ ضربتين الكاميرا تبع الدبابة ما عاد تشوف، والريلود تبع دبابتنا كتير بطيء. وهيك بلشت سلسلة الآليات اللي عندنا كأنهم موجودين. محاولة تانية بأرض المعركة. تاك تاك يمين تاك يمين نسافر بحياتك. ايش رضا اخويا عمر صار هو على اليمين هالشارع على الجسر. لا تاكلهم لا تاكلهم. او ماي جاد اتوقع جبنا العيد. اهرب اخوي عامر. نسافر بحياتك. او ماي جاد جبت العيد يا رجل. هربت من التانك لوني طلعت للتانك بوجهي. والمحاولة الثالثة. حلو حلو المحاولة. حزم بسرعة 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 بسرعة. ما بتلف الرشاش بطيء يا شيخ. ايش هذا الكبسنا من تحت؟ هي لما اول ما يضربك وتنعطيت خلاص. والمحاولة الرابعة. شفتوا؟ ابلع. ارجع 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 فوت ارجع فوت ارجع فوت ارجع فوت. شفته شفته روح. او ماي جاد يلا بشيلك. ما تلي دبابه تاني. والمحاوله الخامسه. فكرت اللي سويته. دست على غمر فينا. انت بس شوف التيم كله طلطه بحر. ولكن اجى وقت الجد والانتقام. ايف ايش هاد؟ عرب ضد عرب. وبالفعل اول ما بلشنا المهب استلمنا دبابه وبلشنا نتجول بشوارع المدينه. صار لنا من 2014 تمام شهر 8. في دانا تانك دانا تانك دانا تانك. يلا سكوت كار. هاي هاي ضربه واحده بتقع. العب يا مدير روح. خالصه منيح خالصه خليته يصيح. ايش صاروا تنتين فوق بعضهم؟ ايش هذا دبل؟ يا عم عوت الضربه خليته يخلف. طلع خلف معلم طلع. شايف شيء؟ اتوقع شايف شيء. ثواني شوي هدي يبي. شايف شايف شايف. واحد اثنين ثلاثه رح اضربه. حطيته ضربه. في جندي رح اسلخ ثاني عم يلف علينا. يا ليل الريلود. ابلع الثاني. ارجع ارجع انا برايي شوي. خلص رجع على الهدوء. ما عاد فيك. رح احاول ضربته. سموك سموك سموك. اوكي اتوقع اني عطبته اتوقع اني عطبته. اوكي هو اللي بس شوف مين رح يعطب الثاني. والله هو اسرع مني كان. تعرف ايش صار؟ انا الريلود الاول تاخرت فيه. الريلود الاول تاخرت فيه بس معليه فرط. فبعد خساره الاليه
قررنا أنا ومصطفى أن نروح نبني منطقة قريبة من منطقة العدو. بهي الطريقة راح نحاول نضغط عليهم، والجنود يلي بيحاول يجوا على منطقتنا دائما نلف عليهم. لا تقولوا هذا أفلمي. أوكي بل أنا وصاروخ راح ما يشوف فيه تحركنا. الحمد لله خلنا نبني من نصل أبجكتف أدمه. أو ماي جاد قتلونا. بيب شفتك 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 قتلنا. اكثر في عجب في حدا رح فيك. اوكي هذا ايش وصلوا لعنا يا رجل؟ فيها في في اختراق عنا، في اختراق عنا في. خليني ابدل الميديك واظبط لك وضعك. يضربونا لازم اطلع لفوق انزل راديو صراحه. حاول تعمل لي كبر. روح او ماي جاد القصف. يلا روح ما عليك روح. السيارة فضي لي اللوجي. انا فضيه. هذا الراديو فوق بس تمام. هذا وحش هلا بلش ينزل الدعم، بلش ينزل الدعم بس بنا وحش. هلو جايز ويلكم. وبالفعل بلشت قواتنا تجتمع وتحتشد. ليتس جو معلم. رحمت كاك. اوه ايش صار؟ ايش رايك نعمل فلانك نحن؟ بس ناخذ ذخيرة. معك ذخيرة؟ يب معي انا. Yeah yeah I will try to pick you. Okay wait. فوقني هذا داون. هات يمين ولا يسار؟ واحد مات. لا ما مات. هلا مات. اوكي اوكي ارجع لي. هيلك من على اليمين. اوكي انتبه رفعتنا على اليسار. في واحد على ال 345 هذا صديقنا زميلي. اوكي نقدم. العب. اوكي هذا قريبه. ايش معك فيش؟ Sorry. I'm gonna pick you. We said sorry, okay? وبسبب ضغط الهجمة شخص راكد عليك بالسكين يعني. اوكي. سألنا شيء طب يرقد معه سكين. أنا شايف واحد. هيت. داون بين رجليك. شايف الدبابة تبعه؟ شايف الدبابة أنت؟ إيه. بس ما خرج. مش ناقد أنا نسوي ذا شيء. يمكن نزلت واحد تاني ما عارف. واحد تاني تخدم بالشارين ده. بالشارين ده يمكن داون. برو على الشارع بيعدوا. اوكي بتبيني لي قدامنا هنين. ايه تعال تخدم نعمل عليهم شو اسمه. جرحت منهم اثنين بس ما اعرف اذا يعني مو هال دبابة شوف وين ماي بنتاج وحدة دبابة انفجرت. منك انت؟ ما تم معي غير وحدة. تاني داون؟ تبع الدبابة داون. اوكي؟ في قدامنا سيارة للعدو، في قدامنا سيارة. نفس قاذفة الار بي جي او الصواريخ. بالفعل بعد ما انفك الحصار علينا ودمرت الدبابة بلشنا نتقدم. الدبابة اسمها اي واحد على الجسر. واحد على الجسر انتبه. شفت الشرار تبع السلاح كشف عليكم. لا ما ادري شلفت علي. شلفت على الجسر. الله يصلح جاب ام العيد. يب
ولكن هجمتنا ما انتهت. مصطفى رجع صحاني وكملنا محل ما وقفنا. ماشي هي طالع. اي واحد على يسارنا، واحد على يسارنا، شيلو شيلو. داون 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 بالمسدس. Wait, wait, guys, wait, 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 just wait, okay? Wait, 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 wait. Yo, 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 أنا بحسن أخياك على فكرة. 1 منت 1 منت أخياك ما أتني. وبالفعل مثل ما شفتوا اتحاصرنا، ولكن مباشرة رجعنا لأرض المعركة. قربت أنا تقريبا صرت عند السيارة تذكر. أنا ورا. شفت 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 راسه شفت راسه شفت راسه ابلعت شط يا رجعت على الوبي. كونك هناك هناك 2 3 وين 4 اوب 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 ترى لين تلاتة. قتلت واحد مننا انا. شفتهم 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 على اللوبي ولك. رجع على اللوبي يا معلم. هلا ارجع على المين بيس. واحد ثاني باي هذا من الدخان ما نعرف اذا مات، بس اتوقع مات. ما اطحش. اوكي نرجع نطحش. خلنا نفوت تحت الجسر. جي جي برو ما خليهم يتنفسوا حرفيا. اخو ان شاء الله ابطال. شغلة أخيرة قبل ما أنهي الفيديو، حاليا في بث مباشر على النونو لايف، بالإضافة نزل فيديو جديد على القناة الثانية يلي حابب يسمع ويحضر قصص وغرائب حول العالم.